باهي، مرحبا بك مرة أخرى. باسكو ما نجموش نخدمو لي تي بي باش ندخلو على موقع تاع سيميلاسيون. الموقع هذا نجمو نعملو بيه سيميلاسيون تاع أي مونتاج. دونك إن شاء الله كي نرجعو للكلاس باش نخدمو على بلاك دي سي ريالمون، لكن نجمو توا نخدمو تي بي نتاعنا اللي باش نخدموه على الموقع هذا. الموقع هذا اسمه تينكر كاد، هاو شوفوه www.tinkercad.com. دونك توا تشوفو يعني من احسن المواقع باهي تاع سيميلاسيون، ونجمو فيه نستعملو البريد بورد ولا البلاك دي سي فاسيلمون، ونشوفو كيفاش نعملو بيه سيميلاسيون اون طون ريال. اول حاجه نعملوها لازم نمشيو للموقع هذا ونعملو انسكريبسيون، لازم يكون عندك بطباعة ايميل. دونك ها هو الموقع، تكتب لهنا على البراوزر من فوق الموقع اللين تاعك اللي هو tinkercad.com، يحل لك الباج هذه تاع اول واحد اول مره ما سجلش. دونك نمشيو لهنا على اليمين، هنا عندنا جواندر مانتونو. دونك اون كليك على جواندر مانتونو راك باش يعطيك اختيارات. نجم تكون هنا تدخل الكونت تابع المدرسه، والا انت اذا كان استاذ، والا احنا باش نعملو اسهل حاجه ان كري ان كونت بيرسونيل باش ما تقعدش مربوط بحتى حد. دونك ننزل على كري ان كونت بيرسونيل اي نختارو سانسكريب افيك اون ادريس ايميل الاولانيه الزرقاء هذيا، ننزلو عليها. دونك باش يعطينا توا الخيارات، يخططلو منك لهنا البلاد. دونك احنا باش نحطو بطبيعه تونيزي، نختارو، تحط الدات دو نيسونس نتاعك، تختار الشهر النهار لاني نتاع النيسونس نتاعك اي اني باغ اكزومبل، ونعملو سويفون. دونك اخر حاجه باش يطلبك فيها لهنا تحط الادريس ايميل والمود باس نتاعك، وتقول له جاكسبت، تحط هنا تيكليك على جاكسبت اي كريي ان كونت. دونك لازمك تحفظ بالطبيعه الايميل والمود باس نتاعك اللي مش تحطهم لهنا، الايميل والمود باس باش بعد تدخل بهم للكونت. بون انا مش نرجع جوست ندخل ديريكتومون للكونت نتاعي ونشوفوا كيفاش نجمو نخدمو به. دونك باش نرجع انا توا للكونت نتاعي بعد هذه. كي يولي عندي كونت تولي ما عادش المراحل هذوما، كي تدخل للباج من الاول تمشي هنا كونيكسيون. دونك تدخل ادريس ايميل اي نون اوتيليزاتور، يبدا عندك ديجا حاضر ايميل كيما انا شفت حاط الايميل نتاعي انا، المود باس مريقله. دونك نجم نختار ريستي كونيكتي كونيكتي، ويدخل للاسباس نتاعك. لهنا اي بروجي مش تخدمه مش يقعد مسجل بالطبيعه. انا تو اول ما نحل نجم تعمل بعد اللي نتاعك، تعمل تحط تصويرتك، تحط حاجه تحب عليها انت. اللي خدمتهم الكل انا يبداو مسجلين عندي لهنا على اليسار. تو شو كيما تشوفوا لهنا تلقى كونسيبسيون 3 دي، نجم تعمل بيه كونسيبسيون 3 دي سيركوي كود بلوك لوسون، برشا حوايج تخدموا بيه. احنا باش نركزوا على سيركوي. دونك ننزلوا على سيركوي ونشوفوا مثلا هنا انا خادم هذا سيركوي البارح خدمته تاع الكونتور، سي تاع الكونتور. وكنا نجم نرجع نشوفه مره اخرى، ها باش نوريكم كيفاش ايديتي، باش نشوف كيفاش يخدم. هذا الكونتور باش نخدمه في التي بي نيميرو 4، سي تاع كونتور ا باز دو باسكول دي افرون مونطون. دونك يحل لنا اللي خدمته هذا البارح، نشوف نوريكم السيمولاسيون كيفاش يخدم، واللي بعدها نتعداو نخلي لكم وقت باش تحلوا تعملوا دي كونت ونخدموا مع بعض. دونك هنا عندي هنا لي سيركوي لي كومبوزون، تشوفوا على اليسار برشا دي كومبوزون، عندي برشا انواع لي كومبوزون الاردوينو، يعني الانواع الكل تقريبا توت لي كومبوزون متوفرين هنا كاين عنده في البيبليوتيك نتاعو. وهذه البلاك دي سي البلاك بورد، لهنا الجينيراتور جي بي اف باش تعطينا سينيال دورلوج، هنا ليموتاسيون ستابيليزي، لهنا ديماري لا سيمولاسيون فوق. دونك شوفوا لهنا démarrer la simulation et démarrer la simulation. Donc si j'appuie sur démarrer la simulation نثبتوا لهنا في لي ديود ليد نتاعنا، شوفوا كيفاش من الاول تشعل الاولى بعد الثانيه بعد الزوز بعد الثالث بعد هكا، شفت حتى لي 1 1. دونك سي تان كونتور كي كونت 2 0 0 0 1 1 1 1 اللي هو سي تان كونتور موديلو 8. دونك ها شوفوا لهنا الفريكونس بتاع جي بي اف 1 هرتز، يعني كان قوي في الفريكونس. تشوفوا
السرعه نتاعهم تزيد. هنا عندي طونسيون داليمونتاسيون بويسكو تي تي ال دونك 5 فولت نحط هنا 5 فولت. وهذو هما لي ريزيستونس دو بروتيكسيون طالع. وهذو هما لي سيركوي انتغري اللي فيهم لي باسكول دي الشوفوهم في التي بي نتاعنا. دونك نحبكم الساعه تعملوا تسجلوا على السيت هذا وتعملوا كونت والفيديو جاي ندخلوا مع بعضنا ايتاب بار ايتاب نشوف كيفاش نصنعوا السيركوي هذا دو ا يوسكا زد. دونك ان شاء الله نشوفكم قريب.